وللحديث عن الأزمة المستمرة بين المكون العسكري والمدني في السودان وإمكانية إيقاف التصعيد الحاصل، معنا من إسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني الدكتور محمد أحمد ضوينة. مرحبا بك دكتور محمد. مرحبا بك. إذا رجعنا للوراء قليلا وسألنا عن الأسباب وراء اختلاف العسكر مع المدنيين في السودان وانفجار الصراع بين الشريكين أو الشركاء مجددا. العنوان البارز هو فشل الجانب المدني في إدارة شأن الدولة، في إدارة الاختطاف. أصبح محطة صراع سياسي، أحزاب متشاكسة مختلفة متصارعة لأجل المناصب ليس لأجل الشعب السوداني. لم تحقق مطالب الثورة السودانية للحرية، للسلام، للعدالة، لم تحقق مطالب الشعب السوداني في العيش الكريم، الأمر الذي أعطى فرصة ثمينة للمكون العسكري الذي كان ينبغي أن يكون تحت إشراف المكون المدني، والذي كان ينبغي أن يجعل الدولة كلها تحت رعاية قوى الحرية التغيير التي هي أحزاب ناتجة من ثورة سودانية. وبالتالي هذا الأمر الذي أدى إلى ضعف الجانب المدني فتقوى الجانب العسكري، وجد تأييدا من الشعب السوداني الذي تضجر من هذه الحالة البائسة، والذي فقد الكثير في فترة الانتقال في قضايا الحياة الكريمة، في الحريات، في العدالة، في كل قضايا المجتمع السوداني. نعم. تراجعت كل مستويات الحكم، ولهذا تجد الشعب السوداني لا يلقي بالا حتى إذا تحول الأمر إلى جانب عسكري أو تم انقلابات أو أي شيء، لا يبالي الشعب السوداني، لا يستطيع أن يحمي حكومة عاجزة، حكومة غير قادرة على تحقيق مطالبه. هل تعتقد بالفعل أن هذه الشراكة بين المكونين المدني والعسكري الصحية، وهل يمكن المضي بهذا النموذج لا سيما أن للعسكر تجربة سيئة في الحكم في منطقة عربية؟ ولكن العسكر هذه المرة يتقدم بنقاط طويلة كثيرة جدا على المكون المدني، لأنه دائما يدعو إلى انتخابات، يدعو إلى مدنية وفاقية، حكومة مدنية تتشكل من كل مقول القوى السياسية السودانية، تكون مستقلة ليس لها أي انتماءات حزبية، حتى تعد الفترة الانتقالية المتبقية في إلى انتخابات نزيهة. وبالتالي هذا الذي يجعل المكون العسكري في عين الشعب السوداني أرفع درجة وقدرا وأهمية من المكون المدني الذي يأبه الانتخابات ويتهرب منها، وخوض الديمقراطية وأفسد الفترة الانتقالية وشوه العدالة وأعطى كثير من القوى واللجان صلاحيات أكثر من الدولة، أحدثت نوع من الغبن وكأنما هي حكومة. دكتور، لماذا يحدث ذلك في السودان؟ أليس هذا أمرا مستغربا أن يكون العسكر كما تفضلت أكثر حرصا على الديمقراطية وعلى الانتخابات من المكون المدني؟ لأن أحزابا بضعفها وبتشاكسها تعطي فرصة للعسكر حتى يبرزوا للدولة، للشعب السوداني، أنهم الأفضل، ويستفيدون من نقاط الضعف فيقووا أنفسهم بها، ويستفيدون ايضا من النقاط التي تراجع عندها المدنيين وانهزم فيها المدنيين والتي لم يحققوا فيها اي شيء، هم ياخذون هذه الملفات ويحققون فيها الاهداف، وبالتالي يكونون اقرب الى كيان ووجدان الشعب السوداني، لا سيما وهم لا يدعون الى حكومه عسكريه قائمه بذاتها، وانما يدعون الى مدنيه هم يحمونها ويرعونها الى ان يوصلوها الى الانتخابات. طيب، قوى الحرية والتغيير تؤكد أنها لا تريد صداما مع العسكر ولا بد من التفاوض. السؤال عن إمكانية اللجوء إلى خيار التفاوض والأسس التي ينبغي أن يجري على أساسها. القوى الحرية والتغيير منشطرة على نفسها ومنقسمة، هي الآن هنالك مجموعة كبيرة جدا من مكونات قوى الحرية والتغيير توالي العسكر وتجتمع معهم وتوافق العسكر في الخطوة القادمة، بل تم الترتيب اصلا على ان تكون هنالك حكومه تشترك فيها كل القوى السياسيه بما فيها قوى الحريه والتغيير الجناح الثاني. هنالك اربع احزاب فقط هي الان منفرده بالحكم الانتقالي والتي سببت هذا العجز وهذا الصراع. يعني احزاب هي فاشله، احزاب جاءت للانتقام من الاسلاميين فقط، ليس لهم اي هدف اخر وليس لهم اي مشروع اخر ولا برنامج، وبالتالي انشقت منها احزاب كثيره، منها الحزب الشيوعي، حزب الامه جناح اخر، حتى حزب البعث ايضا انشطر منهم، تجمع المهنيين انشطر، احزاب كثيره كانت جزء من قوى الحريه والتغيير ولكنها خرجت لانها ترى عدم قدره على اداره الدوله وتمسك بالمناصب وانحلال في الاخلاق والقيم والمثل العليا، وبالتالي هذه الان هي التي تهادن العسكر وتخوض المرحله القادمه.
بالنسبة للمرحلة القادمة، ما الأولويات الآن بالنسبة لجميع الأطراف؟ ما مستقبل السودان في المرحلة المقبلة؟ يعني تطلعات الشعب التي أعرفها العسكر وبدأ يأمل لحيالها هو أن تكون هنالك حل لهذه الحكومة وحل لجنة إزالة التمكين التي شوهت الفترة الانتقالية، وإبعاد الوزراء الذين ليس لهم هم وليس لهم قدرة على إدارة شأن الدولة، وتكوين حكومة مستقلة ليس لها علاقة بالأحزاب، باعتبار أن الفترة القادمة فترة انتخابات تحتاج إلى حياة. وجود هذه الأحزاب ربما يتضعضع الحياة والنزاهة. كذلك يريدون كما الشعب يريد أن تكون هنالك لجنة عليا للانتخابات ودستور انتقالي أو دستور دائم، وبالتالي هذه كلها أعمال تحتاج إلى حكومة محايدة، تحتاج إلى لجنة انتخابات محايدة، تحتاج إلى أن يكون العسكر مراقبين ليسوا تنفيذيين، باعتبار أن القوات العسكرية هي دائما محايدة ودائما هي ليس لها أي انتماء حزبي كما يرى من الظاهر. وكذلك حسب الأفكار التي تتجمع هنا وهناك، هناك بعض الترتيبات أن يكون حمدوك على رئاسة حكومة وفاقية تشترك فيها كل القوى السياسية في التشاور في الرأي، وبعد ذلك تقوم بمهامها المتبقية للفترة الانتقالية إلى الانتخابات. أشكرك جزيلا الدكتور محمد أحمد ضوينة، أو ضوينة، الأكاديمي والمحلل السياسي من إسطنبول.